خان الخليلي يا جماعه. خان الخليلي ده جزء من تاريخ وتراث وواجهه وحضاره وسياحه مصر. خان الخليلي يعني بنتكلم عن الارابيسك، عن الصدف، عن المشربيه، عن الشغل الرائع الجميل اللي فيه ملمح مصري. قلنا كتير قوي ان يا خساره لما بتنزل هناك بتلاقي كل شيء بقى صيني، شغلنا بقى صيني، والصيني مبهر لكن هش، بيتضرب في مفيش، بيقع في مفيش، ملوش لازمه. الشغل كانت الحته الهاند ميد دي اللي الوسطى جنب الصبي بتاعه بيعملوها، كانت حاجه لها معنى وقيمه، حاجه مصريه بتاعتك كده. لما كنا بتاخد حته من دي وتروح تهادي بيها حد كنت بتحس بفخر. لما بننزل بلاد دلوقتي بنلاقي الحاجات المصريه صناعه صينيه مرميه في السوق. احنا عندنا ازمه في خان الخليلي، احنا عندنا اسطوات جيل اساتذه وما عندناش صبيان، ما عندناش حد بيتعلم هذه الصنعه لاسباب كتير قوي، لا عادل مقابل مجدي، والصناعه الصينيه رخيصه، وما فيش حد بيعلم وما فيش حد بيتعلم، شغلانه محزنه. عندنا تقرير او تحقيق مصور مع اهل الصنعه، مع الناس اللي كانت ايديها تتلف في حرير، مع الملمح المصري الخالص الخاص اللي بدا ينقرض. خلينا نشوفه بعدها، هرجع لكم تاني مع الدكتور احمد عكاشه. تتميز مصر بالحرف اليدوية القديمة والتي تعتبر دخلا قوميا أساسيا، ولكن يعيش أكثر من 3 ملايين عامل حرفي حالة من القلق بسبب خوفهم من انقراض المهنة التي ورثوها عن أجدادهم منذ مئات السنين، وبها أسر يمثلون حوالي 7% من اليد العاملة، تبلغ قيمة إنتاجهم 6 مليارات جنيه. شغال خيامي، والخياميه ديت مهنه يدويه من عمرها حوالي 600 سنه، كل تصميم معين ليه وقت معين، لان انا ماسك حته بتاخد حوالي مثلا 3 شهور شغل، كل يوم بشتغل 8 ساعات، المهنه قربت تندثر علشان مهنتنا بتحتاج لوقت طويل جدا وصبر طويل جدا، ومفيش حد عنده دلوقتي الصبر الكافي انه يشتغل مهنه الخياميه بتاعتنا دي، اليوميه بتتراوح بين مثلا 30 و50 جنيه في اليوم، فما بقتش كافيه للحياه طبعا. ممكن المهنة تيجي في يوم إن هي تنتهي بسبب كل مدى ارتفاع الأسعار الخامة بتاعتنا، مقابلها إن مفيش إقبال عليها. كان الأول في جميع الأفراح بتظهر فيها الشمعتين، الشمع شمال ويمين، دلوقتي علشان ارتفاع الأسعار قلت ما بقاش حد يشتري الشمع دوت. الصين بهدلتنا في الخامة بتاعتهم، خامة نظيفة وجودة حلوة ورخيصة. تصنيع النحاس والتجارة مهنة أساسية بالنسبة للسياحة، فلما هتنقرض إحنا هنتأثر بيها. لما يبقى في مثلا تعليم صناعي للحرف اليدوية للمنتجات النحاسية دي هتنعش المهنة وهنحافظ على التراث بتاعنا. زمان كانت اليومية يعني ممكن ياخد له جنيه، ولكن كان الجنيه كان ليه قيمة، ذات قيمة يعني يقدر يفتح بيه بيت. دلوقتي لو بياخد 30 جنيه و40 جنيه مش مكفيينه. مفيش دلوقتي الاب اللي هو يعلم ابنه المهنه، اول حاجه العيل مش حاببها، يعني هي بتاخد وقت كبير وبتاخد صحه، والمقابل برضو بتاعها مش مجازي مع الغلاء اللي هو بتاع العصر ده. ابتدت المهنه تنقرض بسبب باسباب الخامات اللي بتنزل، الخامات مش مظبوطه، عشان ما تنقرضش المهنه بتاعتنا ان يكون في رقيب على الخامات اللي بتيجي. نفتح اي علبه وشلت التنجيب بتاعها كده هتلاقيها كله خشب سيء. تقريبا بشتغل 14 ساعه كل يوم، كل ما 14 ساعه عشان نغطي مصاريفنا. انا ابني جبته شغال معايا، هو شغال معايا مش مقتنع، لا راضي بالاجره بتاعتها، فعلا اجرتها ضعيفه جدا. انا كنت بحب الصنعه دي، بحبها قوي، بس مع الاسف يعني. دي شغلة الارابيسك، دي انا وارثها عن خالي بقالي بتاع 30 سنه، بس هي للاسف الشديد بدات تنقرض دلوقتي. الصناعه بدات تنقرض عشان يعني بقت فلوسها او مكاسبها بقت خفيفه جدا، الخامه بتغلى والمصاريف بتغلى، وللاسف الشديد الصنايعي اللي بيجي يشتغل بياخد مثلا يوميه 30 جنيه، بيشتغل عامل بيشيل رمل بياخد 50 و60 جنيه. يعني عندي اولاد صبيان 2، محدش طايق يشتغل في الشغلانه دي.
أأمل إن أنا بعد ال 46 سنة ده أكون عملت حاجة، لكن للأسف الشديد أنا زي ما أنا برضه.